ليلة الجميع يعتقد أنها مسابقة، هذه ليست مسابقة، هذه وقوف على الأمر من قريب. النقاد وقفوا على الأمر من قريب لكي تترسخ لديهم بعض القناعات. أسامة 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 الليث اللي تشتغلها أنت من الواقعية واللي تأديه يوميا وتعتقد أنه خافي علينا، والله مو بخافي، الجمهور متقبلك إلى درجة كبيرة جدا. أسامة أنا أعتقد أنه النجم الجماهيري لبرنامج البزنس اثنين، أعتقد أكاد أجزم بذلك، أكاد أجزم بذلك أن أسامة سيكون له شأن كبير جدا. أسامة يستحق النقاط اللي نعطيه إياها، أسامة يستحق أن الجمهور يختاره. إذا كان ذا الجمهور صاحي، إذا كان ذا الجمهور بغير يشغلنا في المنشن، ردوا نايف، ردوا خلف، والرجال هذا من أبدع ما يكون يا أخي. ضحكته 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 تفرح الجمهور ولا جمهور على فكرة؟ والله لا أقسم بالله إلا جمهور مبسط. يحتاج يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني من الأشخاص يعني والله ما عدمكم يا أبو حزام. ما أشوفك لا تقاطع ولا وصوت جميل وأدا يا رجل. أقولك شيء، خفة النفس اللي فيك والله العظيم إنها تنشرب ملايين. يا سلام، خفة النفس دي هذا شيء ما هو تستاهل السوق. تستاهل، في ناس تبحث عن نفسها، أنت تبحث عن الجميع. فأسامة شكرا لك وشكرا لهذه التربية.